فزي ما كنت بتكلم كده الفان بيم احنا بيسكلي بن ابلاي الكلام ده كله بس بعد موديفيكيشن صغير جدا. احنا بناخد الداتا بتاعت الفان بيم دي اللي ما نقدرش بقى نحطها بالشكل البار اللي احنا كنا حاطينه دوت. احنا دلوقتي بنشوف كل واحده من الايكويشنز دي ماشيه بتعبر لي عن بروجكشن ازاي في الصوره بتاعتي وابلايد بعد كده على الصوره بتاعتي بالشكل الايه بالشكل المناسب. يعني برضو انا بيبقى عندي هنا ايكويشن برضو انا بحاول ساتسفاي الايكويشن دي باستعمال نفس الطريقه اللي احنا عملناها في الالجبريك كونستراكشن تكنيك. فالحقيقه الفان بيم ريكونستراكشن ما هواش مختلف كتير عن البارالل بيم. احنا بس بنراعي الجيومتري اللي موجود عندنا في الفان بيم ويعني العلاقه بتاعته بتاعه الاسامبشنز الموجوده في الايه في الريكونستراكشن تكنيكس اللي احنا اتكلمنا عليها.